أنا زوجة الأسير محمد أحمد صغير، المعتقل من العام الماضي 2020. اعتقل محمد بشهر 4 19/4/2020، تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور. بعد انتهاء الفترة الأولى تم تجديد الاعتقال لفترة ثانية أيضا 4 شهور. قبل انتهاء الفترة الثانية دخل محمد إلى إضراب عن الطعام، هذا كان بداية إضراب عن الطعام الأول. استمر إضراب عن الطعام لمدة 20 يوم، أنا أتحدث عن 2020 من العام الماضي، لمدة 20 يوم. نتج عن هذا الإضراب اتفاق بين إدارة السجون والأسرى داخل السجن على أن يتم الإفراج عنه ب 16/4/2021. خلال هاي الفترة طبعا محمد فك إضراب عن الطعام وكل شيء تمام. قبل انتهاء المدة جاء تمديد الرابع لمحمد، طبعا تنصل الاحتلال من الاتفاق، وطبعا استمر بالسجن لشهر 7 اللي هو الشهر الحالي من 2021. كان تاريخ الإفراج عنه ب 14/7 اللي هو يوم الأربعاء اليوم، ولكن قبل من انتهاء الفترة بيومين جاء تمديد آخر لمدة 3 شهور. من هنا محمد قرر أن يخوض إضرابا آخر عن الطعام، وطبعا نهائيا ما بيفكر أنه يفك إضراب عن الطعام لحد ما أنه يعطوه إفراج نهائي من السجن. أنا والدة الأسير محمد أحمد صغير، بحب أقول لك يا محمد أنه اصبر وصابر، الفرج قريب، خليك شامخ كشموخ كعلو جبال الخليل، ما تفك إضرابك إلا لما تطلع بنتيجة إن شاء الله. أنا والد الأسير محمد أحمد صغير من الخليل، المسجون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المضرب عن الطعام. أسأل الله العظيم أن يفرج عن محمد وعن جميع الأسرى الفلسطينيين المهجرين والعرب في سجون هذا الاحتلال الظالم الغاصب الذي لا يلتزم لا بمواعيد ولا بعهود. اتفق مع محمد في الإضراب الأول على أن ينزل، ولكن ربنا أخبرنا أن هؤلاء الصهاينة اليهود لا يلتزمون بمواعيد ولا مواثيق، فنسأل الله الفرج له ولجميع الأسرى وأن يصبره على هذا المصاب الذي هو فيه. ابن براء عمره 7 سنين، قال لي يا تيتا بدي أنزل اشتري لي بدلة عنزول بابا، اشتريت له بدلة، ولما مددوا له لبقول لي يا تيتا أنا بدي أطلع على السطوح وأدب حالي، صار عنده نفسيته كانت تعبانة، ناديته عندي وحكيت له وبابا بده ينزل وإن شاء الله بينزل والفرج قريب يا رب، وإحنا كلنا معك يا محمد وابنك في عينينا وابنك وولادك، وإن شاء الله الله يفرجها عنك، واصبر وصابر وما تطلع إلا بنتيجة. أنا براء محمد أحمد صغير، بدير بالي على أختي وعلى ماما، الله يفك أسرك يا بابا، إحنا منستناك، كل الناس تدعي لك يا بابا، الله يفك أسرك وإن شاء الله تنزل بالسلامة يا بابا. محمد غيابه وغياب أي أسير يشكل في بيته وعند أهله وعند أصدقائه فراغ وألم كبير في للجميع، ليس لا واحد. وإحنا زينا زي أي مواطن فلسطيني عنده معتقلين بسبب لهم مثل ما بسبب لهم بسبب لنا، نسأل الله إنه الفرج لهم جميعا. طبعا المطلب الأساسي والرئيسي لأي أسير فلسطيني هو أن ينال الحرية، أكيد محمد يريد الحرية، ولكن عندما دخل الإضراب الأول كان يريد أن يحدد سقف زمني للاعتقال الإداري الذي لم يلتزم به الاحتلال. الآن أيضا عندما دخل الإضراب أيضا يريد الحرية، لا يريد أي اتفاق آخر، لا يريد أي تاريخ معين، ولكن فورا أنه يتم الإفراج عنه يعني إلى البيت فورا إن شاء الله. أنا بحبك يا بابا، الله يفك أسرك.